السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نكمل مع بعض الـ High Resolution of CT of the Chest، ونستعرض دلوقتي الـ Patterns in General. اللي ممكن أشوف في الـ High Resolution حاجات تزود الـ Attenuation يعني تبيض، أو حاجات تقلل الـ Attenuation تبان سودة. اللي يزود الـ Attenuation ممكن يكون في صورة خطوط، أو في صورة نقط، أو في صورة Batches. اللي في صورة خطوط اسمه Linear أو Reticular Pattern، واللي في صورة نقط هنسميه Nodular Pattern، واللي في صورة باتشز له اسمين. لو الباتش ده كان ابيض قوي يعني هاي اتنيويشن لدرجة ان البيسلز اختفت ما قدرتش اشوفها في وسطيه بنسميه كونسوليديشن، ولو قدرت اشوف الفيسل في وسطيه يبقى البياض ده باهت شوية فبنسميه جراوند جلاس اوباسيفيكيشن. الاتنين يندرجوا تحت كلمة بارينكيمال اوباسيفيكيشن بالدرجتين بتوعها. طب لو نقصت الاتنيويشن هنسميها لو اتنيويشن باترن او سيستيك باترن، واللي بيندرج تحتيه اللانج سيست، اللانج كافيتي، الانفيزيما اند سو اون. في باترن اخير انا ممكن اتلخبط فيه، هو ده الابيض في اسود. هل الاسود هو الابنورمال يعني مثلا حاجه زي ارترابنج، ولا الابيض الابنورمال؟ فلما نوصل للمرحله دي بنسمي ده موزايك اتينيويشن، لخبطه في الاتينيويشن، لخبطه في الالوان، وهنقول هنحلها في الاخر ازاي. نبدا باول باترن اللي هو اللينير او ريتيكولار اوباسيس. انا عايز منكم ايه؟ انا عايز منكم في المرحله دي مش ان انا اوصل لتشخيص، التشخيص ده هيجي ليتر اون، لكن ان انا اعرف ادسكرايب، اعرف كل كلمه معناها ايه وبالدينوت ايه. فهناخد 9 الفاظ في الريتيكولار باتر، ناخدهم 3 3، ونبدا باول 3 اللي هي بيري برونكيو فاسكولار انترستيشيال ثيكنينج، يعني البندل اللي ماشيه دي البرونكو فاسكولار بندل تخنت، يا تخنت سموث يا تخنت الريجولار او نودولار. انتر لوبلر سيبتال ثيكنينج، الخطوط اللي ما بين اللوبيولز بدات اشوفها واضحه. انترا لوبلر انترستيشيال ثيكنينج يعني ما جوه اللوبيول، وبالتالي وما جوه اللوبيول لو انترستيشيال ثيكنينج يعني بقت خطوط جوه اللوبيولز هتبان بالمنظر ده كانها فيش نت ابيرنس. وناخدهم كده واحد واحد، وقبل ما نبدا فيهم نستعرض كده حته اناتومي صغيره خالص. ان الليمفاتيك سيستم اللي احنا قلنا عليه قبل كده عباره عن سنترال وعباره عن بريفرال. السنترال ماشي مع البرونكو فاسكولار باندل، يعني لو الليمفاتيك حصل فيه اوبستراكشن هيحصل بري برونكو فاسكولار انترستيشال ثيكنينج. وفي عندنا بريفرال اللي هو ماشي فين؟ اللي هو ماشي في الانتر لوبولار سيبتا، يبقى برضه لو في الليمفاتيك اوبستراكشن برضه ده هيدخل. ونقول ده كده عندنا النورمال برونكو فاسكولار باندل بتاعتنا. هنا بدا يحصل ثيكنينج بطريقه نودولار او بطريقه ريجولار او كانت سموث باتر، تمام؟ يعني السوفت تيشو هنا زاد. نفتكر حاجه ثانيه بقى، ان المره دي البرونكاي هي اللي زادت. لو زاد السوفت تيشو ده الباترن بتاعنا اللي هو ماشي مع الريتيكولار، لكن لو زادت البرونكاي دي قصه السيستيك باترن اللي هي البرونكيكسس. يبقى عندنا مثلا حاجه زي كده، ايه اللي حصل؟ البندل دي تخنت على بعضيها، بيري برونكو فاسكولار انترستيشيال ثيكنينج. طبعا معاها حاجات تانية، معاها الفيشر ثيكند ومعاها الانترلوبولار سيبتال ثيكنينج، لان بيبقى كذا فايندنج مع بعضيها. بس انا اركز بس ايه في الاسم ده وبس. السنترال بارت اللي هو البيري برونكو فاسكولار بيحصل له ثيكنينج، يا اما يحصل سموث يا اما يحصل نودولار. اوكي، دي كانت حاله ليمفاتيك سبريد اوف تيومر اسمها ليمفانجايتس كارسينوماتوزس. اوكي طيب ايه اللي حصل؟ برضو كده بيري برونكو فاسكولار انترستيشيال ثيكنينج، لكن المره دي بقى شكله ايه؟ نودولار ثيكنينج وليس سموث ثيكنينج، وكمان معاه شويه لانج نودولز. يعني معانا باترن ريتيكولار وباترن هناخده بعد كده نودولار، لان ممكن يكون في كذا باترن موجودين مع بعض. هنشوف مين اللي بيبردومينيت وكل واحد فيهم له ديفرنشال دايجنوزس. اوكي، دي كانت حاله اسمها ساركويدوزس اللي هي جرانيولوميتس ديزيز اوف ذا لانج. اوكي، يبقى اول حاجه بيري برونكو فاسكولار انترستيشيال ثيكنينج. المره دي بقى ايه اللي تخين؟ ده كده اللانج لوبيول ولوبيول ولوبيول، يبقى اللي تخن المره دي هو الانتر لوبلر سيبتا. طبعا احنا فاكرين ده السنتر لوبلر ارتري. اوكي، ده السنتر لوبلر ارتري. فالحاله دي سواء يمين او شمال يعني كده باي لاترال انتر لوبلر سيبتال ثيكنينج. اوكي، الانتر لوبلر سيبتال ثيكنينج برضه نفس الكلام، يا اما يجي في شكل سموث يا اما يجي بشكل نودلر. دي برضه كانت حاله ايه؟ ليمفانجايتس كارسينوماتوز. يعني في الحاله اللي فاتت كانت ليمفانجايتس الونج السبريد الونج البرونكو فاسكولار باندل، لكن هنا المره دي ايه؟
along الانترلوبولار سيبتال ثيكنينج، يعني ممكن تسبريد along السنترال لمفاتكس او along البريفرال لمفاتكس. طيب دي حاله برضو ثانيه واضحه فيها ايه الانترلوبولار سيبتا، يعني انترلوبولار سيبتال ثيكنينج، سواء اللي جوه اللي بره اللنج عند البريفي او السنترال بارت. تمام، طبعا حطينا لها شويه بلورال افيوجن اللي هو مخبي الجزء ده من اللنج، وكارديوميجالي و و و طلع السبب في الثيكنينج ده بالموناري إديما. لما نفتكر من الاناتومي ايه اللي كان بيمشي في الانترلوبولار سيبتا؟ الليمفاتكس والفينز، فهنا المره دي كونجستد فينز اوكي هي السبب بتاعت الانترلوبولار سيبتال ثيكنينج. اوكي، وهنا بنحط لها ديفرنشال، لو لقيت سيبتال ثيكنينج شوفها هل هي سموث ولا هل هي نودلر. لو لقيتها سموث ان ابييرنس دور على شويه افيوجن كارديوميجالي تمام علشان نمشيها ايه انترستيشال بالمونري اديما اللي هي نتيجه هارت فيلير، او لو كان في تيومر برضو من تاني هتبقى ايه لمفانجايتس كارسينوماتوزا. تمام، ممكن تيجي سموث او تيجي نودلر. اوكي، هنا المره دي نودلر ثيكنينج ومعاه شويه كمان نودولز، يا الليمفانجايتس يا اما الليمفوما يا ساركويد يا سيليكوزس. مش مشكله دلوقتي حته الديفرنشيالات يا جماعه والدياجنوزس، خلينا نوصف اللي موجود. طيب ثالث باترن اللي هو عباره عن ايه، او ثالث اسم ثالث تيرم اللي مش الانتر لوبلر، مش ما بين، لا جوه وذين اللوبيولز، في فيش نت ابيرنس ممكن اشوفها زي المنظر ده، خطوط 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 صغيره خالص وذين البلمونري سكندري بلمونري لوبيولز، دي اسمها ايه الباترن ده؟ اسمه انترا لوبيلر انترستيشال ثيكنينج. وغالبا لما بتشوف الباترن ده العيان ده بيبقى عنده فايبروسس، كما في الحاله دي بيشنت ويز ايديوباثيك بلمونري فايبروسس. اوكي، نفس الفكره، المنظر ده عباره عن ايه؟ خطوط صغيره خالص 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 تمام على الموست بريفرال بارت اوف ذا لانج، يعني وذين اللانج لوبيولز. لو انا اقول لك ان ده مثلا ممكن يكون سيبتال ثيكنينج، مثلا ده سيبتال ثيكنينج، لكن كل ده وذين لوبيول، مش انتر لوبيولر لكن انترا لوبيولر، برضو ده كان عيان ايرلي فايبروز، ايرلي ايديوباثيك بلمونري فايبروز. يبقى كده خدنا اول ثلاثه باترن او ثلاثه تيرمز اللي هو بيري برونكوفاسكولار انترستيشال ثيكنينج اللي هو الونج الباندل دي، انتر لوبيولر سيبتال ثيكنينج، انترا لوبيولر سيبتال انترستيشال ثيكنينج. الثلاثه اللي بعديهم هتلاقيهم ريليتد للبلورا، ان انا ممكن الاقي حاجه اسمها انترفيس ساين، يعني irregularity along البلورا سيرفيس، او سب بلورا لاين، لاين كده بارلل للبلورا سيرفيس، او ان الاقي الفيشر نفسه ثيكند سواء سموث او نودولر، هيبقى اسمه سب بلورا انترستيشال ثيكنينج. تاني ايه اللي موجود هنا؟ انا لقيت ان في irregularity fine irregularity along البلورا سيرفيس، ده اللي بنسميه انترفيس ساين، جاست كده بيدينوت ان في انترستيشال تكنيك، ممكن يكون فايبروسس. اوكي، طيب نفس الفكره، في هنا برضو ايه انترفيس ساين اللي هي شويه ايريجولاريتي، زائد خط كمان بارلل للبلورال سيرفيس، ده اللي بنسميه ايه سب بلورال لاين. سب بلورال لاين، السب بلورال لاين ده بيحتمل كذا احتماليه. العيان ده متصور لو خدتوا بالكم برون، يعني انا كنت قلقان لحسن يكون مثلا الديبندنت اوباستي اللي اتكلمنا عليها في السوباين، فصورنا برون شفناها هات بيرزيست ولا هتروح، بيرزيستد اذا بيرزيستنت اذا ده ايه ايرلي فايبروسس. اوكي، طيب نفس الفكره برضو هنا بيرزيستد، يعني هنا كانت موجوده في السوباين ولما عملنا البرون بيرزيستنت سب بلورال لاين، واكشلي موجوده في البوستيرو لانج وكمان موجوده في الانتيرو لانج. سب بلورال لاينز موجوده بريدومينتلي يعني على البوستيرو اسبيكت، ده اليمنت اوف لانج فايبروسس. تمام، بس المره دي له سبب، مش كل الفايبروسس هيبقى ايديوباثيك، لا في بعضها بتبقى نتيجه كولاجين ديزيز زي السكليروديرما، بعضها نتيجه دراج اند سو اون. اوكي، نفس الفكره سب بلورال لاين يمين وشمال. طب لو قلت لك ان كل اللانج كويسه ما عدا مثلا ده وديسابيرد على البرون، هتبقى نورمال، هيبقى السب بلورال لاين ده عباره عن ايه؟ ده نورمال ديبندنت دنسيتي اللي بتروح من السوباين الى البرون تلاقيها اختفت في البرون. اوكي، طيب اخر واحده في البلورال، ان انا بلاقي الونج الفيشر ثيكنينج ويز نودولاريتي، ثيكنينج للفيشر ويز نودولاريتي، ده ممكن يكون اسمه ايه سب بلورال انترستيشال ثيكنينج، برضه مش هديه لوحديه هيشخص لي،
لا انا هبدا اعد بقى باقي الساينز في انترفيس ساين سب بلورال لاين ادور عليه اند 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 اوكي. بس نخلي بالنا لو كان سموث سيكنج ده ممكن يكون جاست فيشرال افيوجن. شوف العيان عنده كارديوميجلي، العيان عنده بالمونري اديما، يبقى ده بارت من الباثولوجي ككل. لكن لو لقيته نودلر لا فكر فيه بقى الليمفانجايتس كارسينوماتوزا في الساركويدوزس اند سو اون. يبقى تاني مجموعه اللي هي الانترفيس ساين اللي هي شويه irregularity along the pleural surface، سب بلورال لاين هتلاقي لاين بارلل بلورال سيرفيس، والاثنين يعني دول ممكن يدينوت فايبروزس. سب بلورال انترستيشال ثيكنينج اللي هو ثيكنينج بلس اور ماينس نودلاريتي along الفيشر. الثلاثه التانيين بقى مش شرط ليهم دايجنوزس معين، يعني بارينكيمال باند خط في اللنج ملوش اي موقع من الاعراض، ممكن يكون ايزوليتد ده عباره عن سكار، ممكن يكون انترلوبولا سبته مع سبته مع سبته يعني كونفلوانت سبتي مع بعضيها تعمل لي البارينكيمال باند اند سو اون. فممكن اشوفها ايزوليتد كاتليكتسيس او اشوفها مثلا في حالات الفايبروزس كما في التي بي اند سو اون. واثنين باترن هنقولهم كده منفصلين لوحدهم. طيب يبقى اول حاجه ايه اللي موجود عندي؟ خط نون اناتوميكال مش ماشي مع فيشر، مش ماشي بارل للبلورا، اوكي؟ ده هنسميه بارينكيمال باند. لما يبقى ايزوليتد خلاص ده سكار، سكار قديم وخلاص على كده. لكن لو موجود مع اذر فايندنجز هيبقى غالبا تبع element of fibrosis. هو بيبقى very thin من ملي ل 3 ملي كثيكنس، واللينث بتاعه حوالي من 2 ل 5 سنتي. بص على باقي الفايندنجز وشوفوا هل ده ايزوليتد ولا لا. اوكي؟ طيب ايه اللي موجود هنا؟ طبعا بعيدا عن في ان في كذا باترن بيري برونكو فاسكولار ثيكنينج وانتر لوبلر سيبتال ثيكنينج، انا عايز الخط ده والخط ده والخط ده في خطوط نان اناتوميكال. اذا كل الخطوط دي عباره عن ايه؟ بارينكيمال باندز اللي غالبا طالما معاها اذر فايندنجز يبقى هيشخص ان ده فايبروزس. من ضمن اسباب الفايبروزس ان ذا ستيج ساركويدوزس ان ذا ستيج تيوبركلوزس ان ذا سيليكوزس اند سو اون. نكمل. طيب يبقى كده خدنا في اخر مجموعه اللي هي البارينكيمال باندز، في حاجه هتبقى خطوط زائد هاي اتينيويشن او خطوط ولو اتينيويشن. الخطوط اللي هي انترليبولار سيبتال ثيكنينج زائد درجه من درجات الاتينيويشن من اللي هي ما بتخفيش الفيسلز اللي هي بنسميها جراوند جلاس اتينيويشن. لما بنلاقي انترلوبولار سيبتال ثيكنينج على جراوند جلاس اتينيويشن الاثنين دول بيبقوا اسمهم كريزي بيفنج ابييرنس. كريزي بيفنج عامله زي الايه؟ الرصيف ده او الحجاره دي اللي بنقعد نرصها بشكل غير متناسق، تمام؟ مش فاكر بقى عامله زي الحجاره الانجليزي بتاعت زمان يعني وكده. فده اسمه ايه؟ كريزي بيفنج ابييرنس اللي هو انترلوبولار سيبتال ثيكنينج مع حته هاي اتينيويشن اللي هي جراوند جلاس اوباسيفيكيشن. زمان كان يقول لك ان هي ايه سبوت دايجنوزس لحاجه اسمها بالمونري البيولر بروتينيوزس، لكن ده طبعا مش كلام سليم، دي بتحتمل ديفرنشال دايجنوزس. يعني ايه اللي حطيته جوه الالفيولاي؟ كان بيقول لك ان ممكن يكون بروتينيشنس ماتيريال، بروتينيشنس ماتيريال لا، ممكن يكون شويه ترانسوليت، ممكن يكون اكسوليت، يعني ممكن تكون ايديما، ممكن يكون نيمونيا اند اند. اوكي. طيب يبقى البترن اللي فات كان خطوط وحطيت عليها هاي اتنيويشن، المره دي خطوط وهحط عليها لو اتنيويشن او سيستيك باترن. المنظر ده هيفكرنا بايه؟ بخليه النحل. فده اسمه هاني كومبنج ابييرنس. الهاني كومبنج طالما شفته فايبروزس، عشان بس ايه نريح نفسينا. انتوا لو خدتوا بالكم ان كده في كذا ترم من الترمات اللي خدناها النهارده لو حطيناها مع بعضيها هيطلع فايبروزس، زي مثلا الانترفيس ساين، زي لو شفنا سب بلورال لاين، زي الهاني كومبنج، اوكي اند سو اون. اوكي فدي كانت حاله ايديوباثيك بالمونري فايبروزس. الهاني كومبنج امتى اقول عليه هاني كومبنج؟ لما يبقى لير واثنين وثلاثه، يعني غالبا مور ذان وان لير موجوده في السب بلورال اريا، تمام؟ يعني لازقه على البلورا بيردومينتلي افكتنج البوستيريور اسبكت واللور لوبس اكتر. هو ممكن اشوفها في الابر، ممكن اشوفها في الابر مع الكونديشنز اللي بتعمل ابر لانج فايبروزس، لكن هي اشهر مع الكونديشنز اللي بتعمل لور لانج فايبروزس، وعلى راس القائمه ايديوباثيك بالمونري فايبروزس، تمام؟ لما بيحصل بقى شويه بارينكيمال باند على هاني كومبنج على تراكشن برونكياكسس، القصه دي كلها بتؤدي لمنظر جنرال اسمه architectural
ديستورشن. ما هي الاركيتكشر الديستورشن؟ انك تلاقي البرونكو فاسكولار باندلز كراودد على بعضيها، وانك تلاقي لوس اوف النورمال لوبيولار اناتومي. يعني حد يقدر يديفاين السكندري بالمونري لوبيولز هنا؟ لا. طيب هنا برضو لا، وفي هنا كراودنج. الاثنين دول العلامتين دول مع بعضهم بنسميها اركيتكشرال ديستورشن اللي بتشخص لي فايبروسيس. اجين بس ده برون. في عندنا هاني كومبنج اير فيلد سيستس، ليها ثيك وول السايز بتاعها اراوند مثلا يعني فيو مليمتر الى 1 سنتيمتر. اوكي، بيردومينتلي افكتنج السب بلورال اسبكت في اللور لوبس على الناحيتين. اشهر سبب هيعملها الفايبروزس، سبيشالي اليوباتيك بالمونري فايبروزس. والهاني كومبنج هنا هتبدا تخش في ديفرنشال هاني كومبنج ومعاها اركتكشر ديستورشن دايركشن برونكياكسس انترلوبولار سيبتال تيكنينج بارينكيمال بانس. انا بتكلم في فايبروزس. شوفها بقى هي افكتنج مينلي اللور ولا مينلي الابر، وابدا احط لها ايه ديفرنشال دايجنوزس على هذا الاساس. هتاتي على راس القائمه اللي هي الايديوباثيك بالمونري فايبروزس، اوكي، اللي هي مينلي في اللور. يبقى دول كده الثلاثه الاخرانيين. نراجع كده الاسماء: بيري برونكوفاسكولار انترستيشال ثيكنينج، انتر لوبولار سيبتال ثيكنينج، انترا جوه بقى انترا لوبولار انترستيشال ثيكنينج، الانترفيس ساين اللي هي شويه اريجولات على البلور سيرفيس، سب بلورال لاين ثيكنينج هنا اللي هو اسمه رعب فيشر سب بلورال انترستيشال ثيكنينج، بارينكيمال بانس، وفي عندنا الهاني كومبنج والكريزي بيفنج ابييرنس.